بابا حبيب قلبي اللي عمره ما رفض لي طلب. كذاب ورفضت لك كتير ومفيش فلوس. في بقى بابا؟ ما تلم نفسك يلا. الدراسة بدأت من بدري وانت جاي تتمرق عشان تاخد فلوس وتخرج. مفيش خروج من هنا لحد ما الدراسة تخلص، تمام؟ يا بابا خروج يا بابا؟ حضرتك عارف يا بابا ان المدارس بدأت واحنا دلوقتي في دراسة ومفروض دلوقتي اجتهد واذاكر عشان اعرف انجح. وبعدين حضرتك انت ايه اللي بتقوله ده؟ انا جاي طالب منك مذكرة، عايز فلوس عشان اجيب مذكرة، يعني انا دلوقتي جاي طالب علم. طالب علم؟ والله طالب اتنين اندومي وواحد كريب وبيبسي في السايبر انت وصاحبك السرسجي يا كذاب. يا انت فاكرني كرودي انا هرشك وفاهم كل حاجة. استغفر الله العظيم يا بابا. هو انت ليه ظن فيا سوء ظن السوق اللي هو السوء الظن فيا ليه؟ انت بتقول ايه؟ استغفر الله بابا. انا بجد لو ما جبتش المذكره دي المدرس قال لي مش هجيب مذكره مش هينجح السنه دي. على اساس يا اخويا ان انت لما كنت بتشتري مذكرات كنت بتنجح يا بابا. اسقط يا بابا. يا رب. وعامل كام اليومين دول الزفت اللي انت عايزه ده؟ عامله 150 جنيه بس. انا هعد لغايه 3 على ايد النعمه. لو لقيتك قدامي هقوم اكلك 150 جلده. ايه بابا؟ طب هقول لك انا بس مذكرات. يا عم بس انت متعصب ليه؟ مالك يا زمكسي في ايه؟ مفيش يا عم. ابويا مش عايز يديني فلوس المذكره ولو ما جبتش المذكره النهارده مش هاجي معاكوا الدرس. استغفر الله العظيم. يا عم ابوك ده بيعاملك كده ليه يا عم انت؟ هو ابوك ده ليك قدام باب جامع؟ انت يا زفت سكت ليه؟ خلاص يا زمكسي حلتها لك. مش المفروض ان انت تخش الدرس بالمذكره؟ انا هجيب لك احلى مذكره دلوقتي. خلاص يا زميك سيقفل. سلام. هو راح فين ده يا زميك؟ مش رايح دروس. مش عايز تديني فلوس مذكره؟ ما تبقاش تسالني بقى ما روحتش الدرس ليه. ماشي. استغفر الله العظيم يا زميك. ايه يا زفت يا عم انت كل ده مش سامعني؟ انا بس عمال انادي عليك يا زميك. في ايه؟ في ايه يا عم؟ اخلص انزل لي او نزل لي ثبت عشان احط لك المذكره اللي جبتها لك يا عم. احلف بتتكلم جد؟ عليا النعمه يا زميلي انت عملت اللي ما عملهوش ابويا. انت بتقول ايه يا زفت انت؟ لا يا حبيبي ولا اي حاجه. طب اقفل اقفل هنزل لك الثبت دلوقتي تحطه لي. سلام. ايه اللي انت جايبه يا زميكس ده؟ يا عم مذكره يا عم. انت مش المهم انك تخش باي كتاب وخلاص. في حد ماشي الدنيا دي. المهم اخش باي كتاب تروح جايب لي كتاب من العصر الحجري؟ جبته منين ده يالا؟ لقيت واحد يا زميكسي بتاع روبابيكيا رحت واتنططت عليه واخدت منه المذكره دي. جا معاه كتب كتير اخدتها منه ب 20 جنيه اي خدمه. عليا النعمه انا ما شفت اهبل منك. اقفل يالا. استغفر الله العظيم ده ايه ده؟ والله العظيم انا لو دخلت بدا الدرس اللي مش واخد باله ان انا ما جبتش مذكره هيشوف ده هياخد باله اصلا. وبعدين انت ايه ده؟ لا لكتك ده كتاب مين ده اصلا؟ ايه دي النيله؟ حد تاني فتح الكتاب. الله مين ده؟ شبيك لبيك. شبيك لبيك؟ الله جني ليه تلات امنيات صح؟ جن التربيه والتعليم بين ايديك. نعم هتتربى وهتتعلم ورجلك فوق عينيك. مالك؟ اعمل لك ايه؟ الحاجه الوحيده اللي لقيتها لايقه على نفس القافيه. التربيه والتعليم ايه يا عم انت؟ انت مش مفروض جني ولا ليه تلات امنيات؟ امنيات؟ غلبان والله. الكلام ده كان زمان يا حبيبي قبل قرارات الوزير الجديده. ايه ده؟ انت تعرف الاستاذ طارق شوقي؟ ما تنطقش الاسم ده قدامي. ايه ده ليه يا جني فين؟ انت ما تعرفوش ولا ايه؟ ما اعرفوش؟ ما اعرفوش ايه؟ ده ملبش الوزاره كلها تحت. الله هو مسمع تحت كمان؟ ليه اللي حصل؟ كل يا سيدي ما نيجي نعدل في نظام التعليم تحت ونظبط الدنيا نلاقيه طلع بقرارات جديده يفاجئنا بيها ويبوظ الدنيا كلها تحت. وحياتك ما بيفاجئكوش انتوا بس، بيفاجئنا احنا كمان. اما لو انت مش جاي تحقق لي امنيات، انت جاي ليه؟ انا ما اقدرش احقق لك امنيات، لكن اللي اقدر احققه لك اني اخليك تسيب الدراسه في 30 يوم بس وتتخرج وما تمسكش كتاب بعدها. مش فاهم ازاي يعني؟ هفهمك. انا المفروض هسالك 30 سؤال وال 30 سؤال دول عباره عن شخصيات وكل شخصيه من الشخصيات دي شخصيات تاريخيه شخصيات خياليه زي ما تيجي. والمفروض ان انت هتعرف الشخصيات دي كلها ولو عرفت ال 30 شخصيه والشخصيات كلها كده تبقى انت اتخرجت. ايوه يعني لو عرفتها كلها هستفيد انا ايه برضه؟ يا دي النيل. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني لو عرفت 30 شخصيه هتبقى اتخرجت ومش هتمسك كتاب ولا هتذاكر حاجه تاني. اقول لك المره ال 20. ثانيه واحده عشان مش فاهم. يعني انا لو عرفت ال 30 شخصيه دول مش هدرس تاني ولا هخش جامعه ولا اي حاجه؟ غبي قوي. كده يعتبر تبقى اتخرجت. ما تقرفناش بقى. طب ما قشطه حلو ده. يلا بينا نبدا. ركز معايا بقى. فتح لي مخك ها. انت مش هنخلص منك يا جني الزفت انت.
هتقعد كل شويه تجيبني مع حد جديد. ايه ده؟ مين ده؟ يا نهار اسود، انت بتسالني مين ده؟ المفروض انت اللي تعرفه. يلا اسيبكم انا بقى مع بعضكم شويه كده لغايه لما تعرفوا او ما تعرف نادي عليا. ها مين انت بقى؟ انت عبيط ولا حاجه حبيبي؟ المفروض تعرفي انا مين. ماشي يا دماغ عليا. طب ما تسهلها شويه يا عم، انت يعني اتكلم عن نفسك شويه مثلا عشان يعني احاول اعرف انت مين. ماشي انا حبيبي هعمل لك تسهيلات. انا حكمت مصر سنه 1805 وانهيت حكمي فيها سنه 1848. مبسطها شويه معلش، يعني قول لي حاجه تاني. صبرني يا رب. انا حبيبي اللي عملت مذبحه القلعه. هي مين دي اللي قلعه؟ قلعه ايه يا حبيبي؟ بقول لك يا حبيبي انا اللي عملت مذبحه القلعه. عملت مذبحه في القلعه؟ يعني رحت هناك اتخانقت وعملت نوش والكلام ده؟ قول لي اتخانقت مع مين هناك وانا هعرف، اول ما اعرف اتخانقت معاه انا هعرف انت عاطل مين. مع المماليك ابني. مماليك؟ لا ما سمعتش عنهم دول، ساكنين فين في القلعه؟ بص انا تقريبا قربت اعرفك. قول كده تاني ابني. لا حول الله، يعني انت ما عرفتنيش من المعلومات اللي انا قلتها لك وهتعرفني من ابني؟ لا مش كده، إيه قول لي توت ابني. وبعدين بقى في العبط ده. توت ابني. بس عرفتك، انت بيومي فؤاد اللي في الحرب العالميه الثالثه صح؟ بيومي فؤاد. اقعد يلا. طب مين؟ طب مع اول واحد كان مش هعرفه. انت عرفت مين؟ طبعا اول حاجه السلام عليكم، تاني حاجه اللي عارف مين الشخصيه دي بسرعه ينزل حاجه في الكومنتات عشان تعرفوا بعد كده تقولوا لي انت كنا نزلنا كتبنا. تمام، باختصار للكلام كله الموضوع بيتكلم في ان في سلسله جايه من 30 فيديو، طبعا دي اول حلقه منها، السلسله بتاعت الكتاب السحري. تمام، المفروض كل حلقه بتظهر فيها شخصيه جديده، طبعا شخصيه خياليه، شخصيه اسطوريه، شخصيه تاريخيه، على حسب ما تطلع. المفروض كل حلقه من دول بيبقى فيها شخصيه جديده، انت المفروض بتعرف الشخصيه دي، تلحق تنزل تكتب في الكومنتات اول شخص، يعني يعتبر اول شخص هيجاوب يكتب اسم الشخصيه صح المفروض بيكسب درع القيصر، طبعا اغلبيه الناس عارفاه. ومعاه طب دي المفاجأة المفروض انها كنت شايلها لكم، المفروض ده تصميم مبدئي للميرش، طبعا المفروض كان الميرش لسه مخلص، بس طبعا هيبقى المفروض مع الدرع كل واحد هيكسب، المفروض هيبقى ليه درع قيصر، وتصميم الميرش ده يا دوبك تصميم مبدئي. طبعا بيكسبت عشان الكل يبقى عارف ميعاد الحلقة هينزل امتى بالظبط عشان الكل يلحق يجاوب. ان شاء الله كل يوم من السلسلة بتاعت الكتاب السحري هينزل الساعة 7 بالظبط. ان شاء الله كل يوم شخص هيكسب ميرش ودرع قيصر. تمام، وفي الحلقه اللي بعدها هقول عن الفايز كان في الحلقه اللي قبلها. تمام، يعني الحلقه بتاعت بكره هقول الفايز كان في الحلقه بتاعت النهارده. واللي مستعجل او عايز يعرف اسم الفايز من النهارده ان شاء الله هنزل ستوريات على الانستجرام قبل الحلقه بتاعت بكره، يعني هيبقى مستعجل يروح تابعها على الانستجرام او يشوف الستوريات اللي هناك هقول فيها اسم الفايز قبل ما انزل الحلقه بتاعت بكره اللي هو المفروض يعرف فيها الفايز. فاهم حاجه؟